فريال يوكيم مرة جوزت صغيرة، خلقت بمار الياس بمخيم، هاجرت من لبنان راحت على أستراليا وقعدت شي سنة بلا أهلي بلا أمي وبلا أخواتي، لرحت على بلد أجنبي تأحكي إنجليزي تأعاشر العالم كانت صعبة كتير. كنيسة ماريلاس إلى ذكريات كتير حلوة لأنه جمعت العيلة مع بعضها عالشعنينة عيد ماريلاس. بتذكر كنا نيجي لهون وبيي يحمل خيه وأختي عكتافه. غادرت مخيم ماريلاس الفلسطيني لاجئة لتعود إليه بعد عقود سيدة أعمال متخصصة في تحسين الصورة وتعزيز الثقة بالنفس. فريال تغيرت كتير بهالهجرة. ليه؟ لأنه لما تركت المخيم وتركت العيلة صرت أقارن حالي بغيري، ولأنه لما كنت هون كنت بمدرسة داخلة ما حدا كان بده يحكي معي، ما حدا بده يلعب معي، فالجرح كان بقلبي وبعده لهلأ بقلبي. صحيح أنه بتتغلب عليه بس ما بتقدر تنسي الماضي. ما بتذكر هاي كنا عايشين هالحياة هالقد بقص. طبعاً يعني إنه حتى هلأ لما بشوف هيك متأكدة إنه لازم أعمل أكتر. وكأن شيئاً لم يتغير، هي بارحة المكان، ولكن لم يبارح البؤس أهل المخيم. من غربتها استمدت قوة ومن أوجاعها أملاً، مسطرة أعوام نضالها الإنساني في كتاب. هدف الكتاب أنه أشجع الإنسان العربي الفلسطيني المسيحي المسلم، من البشرته بيضة البشرته صفرة البشرته حمراء، مين ما كان يكون، أنه يعطيه الأمل ويشجعه يحلم ويوصل لهدف اللي بده إياه. ما وراء الجمال رحلة لاجئة تبحث عن السعادة. كتاب وقعته في بيروت مقدمة ريع مبيعاته لدعم برنامج الأونروا وحملة الكرامة لا تقدر بثمن. طبعاً المهم مش بس التبرعات المالية اللي رح تيجي من الكتاب، بس كمان عن فريال نفسها رح تحكي عن حياة اللاجئين، مش بس حياة بصعوبات، في كمان نجاح في أمل، وهذا مهم كرسالة مهمة جداً. رفضت التخلي عن أحلامها وعن هويتها الإنسانية لترسو على بر السعادة، ملهمة كل إنسان باحث عن بصيص أمل في آخر النفق. دراجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.